شائعات وسائل التواصل الاجتماعي لا تنتهي، ودوما ما ينال المشاهير النصيب الأكبر منها. خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان واحد ممن يتعاملون مع الشائعات بصدر رحب، لا سيما أنه يمثل أيقونة التوقعات الجوية طوال المواسم الأربعة. فمع كل تغير في أحوال الطقس يتهافت الجميع على تداول تصريحات عيسى رمضان الحقيقي منها والمفبرك. سحر زايد تحدثت مع رمضان عن أمطار التصريحات المفبركة وأعدت التقرير التالي. وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان. سيد عيسى، ما هي درجات الحرارة التي قد تسجلها الأيام القليلة المقبلة؟ فيكون هناك بعض السحب، اسم ارتبط في الأذهان ارتباطا وثيقا بأحوال الطقس، فكلما طرأ تغيير على الطقس فتش الجميع عن توقعاته وتحذيراته. عيسى رمضان خبير الأرصاد الجوية الذي طالما أنبأ الجميع بدرجات الحرارة وبفرص هطول الأمطار على الكويت، هو نفسه لم يسلم من هطول أمطار الشائعات عليه بين الحين والآخر. أنا ماني عارف يعني هالأشخاص كم من الوقت الفاضي اللي عندهم أن يعملون مثل هذه الصور ويحطونها. وين المطر؟ وين المطر؟ وين المطر؟ زين صبروا شوية وراح يجيكم المطر. فأنا كنت أقول صبروا شوية، بعدين يوم نزل المطر وقرج الديرة فحطوا لي هذا. أنا ما أدري شلون مبدع الإنسان إذا سأل كذي أوكي. فبركة الأخبار أصبحت هواية سهلة لمستخدمي الشبكة العنكبوتية، والتي قد يكون بعضها مزحة لا أكثر، في حين قد تأخذ المزحة طابعا غير مستحب. فهناك من ينسب لرمضان توقعات لا علم له بها، وهناك من يهاجمه إذا ما أخفقت توقعاته، فكيف لا وهي مجرد قراءات قد تصيب وقد تخيب أحيانا أخرى. اخفاقات التوقعات هذه الشيء بديهية. المشكلة الناس ما تتقبل لما توقع صحيح، كل يتوقعون أن توقع صحيح، وهذا الشيء عند الله سبحانه وتعالى. ولكن لما توقع ليش ما يشكرونه؟ دائما يمسكون علينا إذا ما صار شيء. العلم تطور بشكل كبير ودقته خلت الناس دائما يتوقعون أن احنا راح نقول الصح، وصدقوني ما راح اقول لكم دائما الصح، ولكن على الاقل لما اقول لكم 98% فصدقوني ان قولوا الحمد لله على الاقل توقع. تبدو انها ضريبه الشهره التي لا يتوقعها المشاهير في المجالات المختلفه، فحتى حين غرد عيسى رمضان معلنا تقاعده عن العمل بالارصاد الجويه ارتفعت بعدها درجات حراره تساؤلات متابعيه عن اسباب ذلك التقاعد. انا الان انطلق في جهه اخرى، ولا ننسى كذلك معهد الابحاث راح اعمل معاه في الطاقات البديله ان شاء الله، وشلون احنا استخدام الطاقات البديله وكيف ان الرياح طاقة الرياح وكذلك أشعة الشمس تنفعنا في إنتاج الطاقة الكهربائية، فهذه مهمة جدا. في ظل التغيرات المناخية غير المتوقعة والحرص الدائم على تحري حالة الأرصاد الجوية بشكل يومي، نجد خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان دائما هو الدليل الأشهر لحالة الطقس ودرجات الحرارة. سحر زايد، الراي.